اهلا بيكم في ايكول تشالنج 2021. ورجعنا يوتيوب معانا النهارده مباراه في كاتيجوري كو سبيس ريسك تشالنج فيرست ستيبس اندر 19. كو سبيس هي مسابقه دوليه للطلاب المدارس والجامعات لبرمجه الروبوتات، بيستخدمها الطلاب ان هم يعملوا التاسكات المطلوبه منهم. معانا النهارده ماتش في السيمي فاينال بين اي سي اي 2034 اللي هي هنا، ومعانا اي سي اي 2032 اللي هي حبيبه. نبدا، الاثنين روبوتس بداوا يجمعوا الاوبجكت بتاعتهم، وادي انت بدأ هو الروبوت الأحمر وصل عند الكولكشن بوكس ولكن ما عملش المراية ديبوزيت، ودخل دلوقتي عند السبيشال زون. السبيشال زون هي الاريا الزرقاء اللي بتبقى موجودة فوق، اللي هي بتبقى السكور بتاع الأوبجكتس فيها بيبقى الضعف. حصل كده اشتباك بين التو روبوتس كده في وسط الماب، ولكن اهو خلص. استخدم البلو روبوت الماركر عشان يخش الكولكشن بوكس ويعمل ديبوزيت، عمل فعلا ديبوزيت سكسسفلي وزاد 200 بوينت. حاليا بقى 410 الروبوت الازرق و205 الروبوت الاحمر. الروبوت الاحمر كده معانا معاه 5 اوبجكت وماشي في السبيشال زون، وادي عمل ادي اهو جاب اوبجكت ثاني من السبيشال زون، هنشوف هيعمل ديبوزيت. هو كده فولي لودد وبيعمل، وصل عند الكولكشن بوكس بيعمل ديبوزيت، عمل فعلا ديبوزيت سكسسفلي وبقى السكور بتاعه 530. دلوقتي هم التو اوبجكت، التو روبوتس دلوقتي بدأوا يكولكتوا اوبجكتس تاني. طبعا المباراة عندنا سخنة جدا، الفرقة الاثنين روبوتس السكور بتاعهم قريب من بعض، ممكن الدنيا تفرق على روبوت او على ديبوزيت واحد او حتى على اوبجكت. ادي اهو الروبوت بيعمل افويدنج للتراب عشان ما ينقص السكور بتاعه، عدى تاني فوق الكولكشن بوكس ولكن كان بيعمل ديبوزيت. المرة دي برضه استخدم البلو الماركر عشان يعمل ديبوزيت في الكولكشن بوكس، وعمل فعلا ديبوزيت سكسسفلي وبقى 650. هما الاتنين دلوقتي حاليا موجودين جوه السبيشال زون، كولكت اوبجكتس، والماتش طبعا مولع جدا. الاتنين دلوقتي السكور بتاعهم زي بعض بالظبط، ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي الروبوت اهو بيعمل الاحمر، عمل ديبوزيت وزاد جدا طبعا، بقى السكور بتاعه 990 بينما الازرق لسه 690 زي ما هو. ادي هو الاحمر بدا يفرق عن الازرق شويه، دلوقتي بدا يبقى فيه فرق بين الاثنين، ولكن هنشوف هل هيقدر الازرق يقلب الماتش ولا هيستمر الاحمر في الصداره، هنشوف مع بعض. ادي طبعا دلوقتي هما الاثنين لسه برضه في السبيشال زون، عملوا كوليكت اوبجكت. الازرق فولي لودد مش بيجمع اوبجكتس تاني، دلوقتي راح عند الكولكشن بوكس بيعمل ديبوزيت، هنشوف هيعمل ديبوزيت سكسسفلي. عمل فعلا سكسسفلي وبدا يقرب تاني بقى 950، بينما الاحمر بيحاول يجمع اوبجكتس في السبيشال زون، وكمان الازرق معاه. طلعوا هما الاثنين لحد دلوقتي بره السبيشال زون، ولكن الاحمر لف تاني ورجع ودخل جوه تاني، وصل دلوقتي الازرق جوه الكولكشن بوكس ولكن ما عملش ديبوزيت. ادي الاحمر وادي الازرق الاثنين جوه السبيشال زون تاني. كده الاحمر بقى معانا فولي لودد، وحاليا السكورز معانا الاحمر 1120 والازرق 985. لما نشوف هما الاثنين كده بيحاولوا يكولكت، الاحمر قلنا فولي لودد، الازرق بيحاول يكولكت اوبجكت زياده. ادي كده بقى التو روبوتس دلوقتي هما الاثنين فولي لودد، هنشوف مين هيعمل ديبوزيت. دخل الاحمر الكولكشن بوكس وبيعمل ديبوزيت، هيعمل سكسسفلي، عمل فعلا ديبوزيت سكسسفلي، وفي نفس الوقت راح الازرق في الكولكشن بوكس الثاني، نشوف عمل فعلا ديبوزيت سكسسفلي. وصلنا كده الازرق بقى 1220 والاحمر 1450. ماتش طبعا حلو جدا، السكور بتاع الاثنين عاليين. وادي معانا كده فاضل 30 ثانية على الماتش، نشوف ايه اللي هيحصل، ولكن كده الماتش بدأ يميل أكتر لناحية حبيبة. ادي كده حبيبة كسرت حاجز ال 1500، فاضل كده معانا 10 ثواني
وكده خلاص حبيبة اهو، بنقول مبروك لحبيبة، مبروك لحبيبة وبرضه